الالكترونيك الالكترونيك الصناعيه التنظيم ديالو كباقي المشاكل والمعايير والمختبرات اللي عندنا هنايا كما كتشوفوا المعدات اللي تيشتغلوا عليها المعدات حنا يعني على قدر المستطاع نحاول ان يتم التكوين بطريقه سلسه دائما على الطريقه الالمانيه التي تعتمد خصوصا على تقين المهارات. تقريبا نفس المعدات ونفس العمل اللي غادي يجبروه في المقاومه. حنا تنحاول انه المقاربه ما بين التكوين وما بين سوق الشغل اننا نحاولوا ان نحققوها داخل المؤسسه قبل ما يمشي للمقاومه. فلذلك العلاقه اللي عندنا مع المقاولة تمكننا اننا دائما البرامج ديال التكوين ديالنا دائما نقوم بالتحليل ديالها ونحاولوا ان نطابقوها مع سوق الشغل ومع الحاجيات ديال سوق الشغل.